رحت على قناة اليوتيوب بتاعتنا هتلاقي ان احنا عاملين فيديو ازاي تروح تصيف بأقل من 400 جنيه شامل السكن والضريبة المضافة. في الفيديو بتاع النهاردة هتكون الفلوس في ذمة الله حرفيا، لاننا هنفرتك الفلوس فرتكة. هنروح اشهر الاماكن اللي في اسكندرية، احنا نعيشها كم مرة يعني. اصرف. صحيت الصبح بدري عشان نروح نحجز القطر الفرنساوي المكيف اللي ب 55 جنيه اللي بيقف على 3 محطات بس. يا شباب الحقوني، انا في 2027 في القطر الفرنساوي لوحدي. وبتكتشف لما تقعد ان في مكان واسع قدامك تحط فيه رجلك، وفي مكان قدامك تحط فيه الشباسي والصباصي والحاجات الحلوه الجميله، وفي حمام والحمام نظيف برضه، والقطر سريع وفورتيكا متفرتكه. يابا قطر بياكل الاخضر واليابس، يابا حياه اغنيه يابا. يا اخي حياه الاغنيه دي صعبه قوي. باي باي الفقر، باي باي الميزيرية. هتنزل محطة سيدي جابر، وأول حاجة هتعملها إن أنت هتنزل بالليل تروح الشاطئ، عشان إحنا غنيين بفتوكيين عايزين شوية خصوصية على البحر والنبي سعد. وهتقعد لحد الصبح عشان تشوف المنظر الجامد ده، جامد يا جدعان. ولازم طبعا عشان أنت غني وتيك توكر لازم تعمل إيه؟ وأنت قاعد وزهقان كده بهاتلك واحدة فريسكا ب10 جنيه، مش هتخسر يعني، وطمعها حلو برضه، جده عظمه قوي. يلا نفرتك فلوسنا. هتروح خالد بن الوليد وتسال على مطعم الحبشي للاسماك، وده عنده جميع انواع الاسماك والجمبري الجامبو، اسماك غريبه وحاجات غريبه. حتى لقيت عنده بتاع كده كانت بتبخ عليا ميه، بس انا مش هحط عقلي بعقل سمك. تعالي هنا يا بنت، هتاكل اكله السمك التمام، وهتنزل تتمشى في اسكندريه بالليل. انا مش عارف انت هتسمعوني بصوت العربيات ولا لا، بس بص امشي في اي حته في اسكندريه بالليل، اي حته في اسكندريه بالليل جامده، الا بقى لو انت معاك بقى السكيت بورد بقى، وممكن تنزل بقى سكيت بورد في اسكندريه بالليل. صباح العظمه يا زميلي، يبقى انت نازل تتمشى بالليل وتسكيتوا في نفس الوقت في اسكندريه، مش احسن من كده يا اخي؟ اسكندريه بالليل ما في اطيب من هيك. بعد ما ترجع هتنام عشان تاني يوم تركب الاتوبيس ابو دورين الجامد بفتيكه ده عشان تروح القلعه. سعر التيكت بتاع القلعه 30 جنيه، بس انت لو قلت له ان انت طالب واستلوحت هيديلك ب 10 جنيه. احنا اغنياء بس الاستلوح في دمنا. ايه يابا في ايه؟ ولا جرى ايه يا قلعه ما تتحشمي. ويبان من بره انها صغيره، لكن هي كبيره من جوه جدا، وكلها متاهات وبتطل على المايه في كل حته. يعني انت لو طلعت اخر دور او على السقف فوق خالص هتلاقي ان انت حرفيا شايف المايه كلها، شايف مكتبه اسكندريه قدامك، وحاجه عظمه يا المايه بتحوطك من كل حته. عقبال كده ما البنات كده تحوطك من كل حته برضو ان شاء الله. وبعد ما تخلص جنب القلعه كده في متحف اسمه المتحف المائي، برضو يستحق الزياره، وهناك اتصاحبت على جعفر. جايز عاملين ايه؟ وحشتوني قوي بصراحه. ولما ترجع خالد بن الوليد هتكون عايز تحلي، فعندك بتاع عصير اسمه الجوكر، وبتاع الايس كريم اسمه فريسكا، ودول جامدين برضو يعني يستحق التجربه. وهتلاقي الكينج هناك وهو هريسه احمد حسنين بتاع هريسه وبسبوسه ومشبك وحلويات وكده. ولا جيم ولا نيلة، يابا اصرف وفرتك فلوسك. وبالليل لو اتبقى معاك فلوس طبعا هنكون عايزين نفرتكها، وهتروح اول خالد بن الوليد وهتلاقي محل اسمه عروس دمشق. اطلب لك فرخة كده ب 110 جنيه، حوار من عند الفرخة، حوار من عنده، هيوري يا زميل. وبعد ما تصرف كل فلوسك افتكر ان انت لسه هترجع بيتك علشان ما تروحش من اسكندرية للقاهرة ماشي. يا اخي بالله عليك يرحم والديك، 3 ايام عرفتني ان فعلا اسكندريه في العقل وفي القلب. احبك يا اسكندريه.